أهلا فيكم أعزائي المشاهدين. من جديد، شغف السيدات نحو اللحاق بكل ما يتعلق بالجمال أصبح في كثير من الأحيان مسألة متعبة ومرهقة، خصوصا مع أرقام تتحدث عن ارتفاع في معدلات استهلاك السيدات في كل ما يتعلق بالتجميل ومستحضراته. واليوم سنتناول في موضوعنا هذا، لكن من جانب آخر يلامس قناعات المرأة التي تبحث عن التميز، ولكن من جانب آخر وهو الجانب السلوكي. وضيفنا أعزائي المشاهدين في استديوهات جدة مستشار التطوير الشخصي الأستاذ طراد باسمبل. ويعطيك العافية أستاذ طراد. الله يعافيك، أهلا وسهلا. موضوع حساس جدا اليوم، الناس يقولوا مس قلبي ولا تمس رغيفي عشان مصدر دخله، في السيدات مس قلبي ولا تمس ميك أبي يعني. لا تعرف سترال أنه في دراسة أخيرة أنه معدل الاستهلاك المكياج في دول الخليج جدا كبير. عندي بالأرقام إذا حابة، إحنا 77% من مجتمعنا بين 15 ل 35 سنة. معدل الاستهلاك في الخليج تتكلمي على 45 يعني 12 بليون دولار، بليون عفوا ريال، هذا الخليج بأكمله. 3.2 منهم أو بالأصح 5.5 مليار تقريبا للعطور فقط في السعودية. 45 مليار ريال بس السعودية لوحدها، 45 مليار ريال بتوفق على التجميل ككل، 5.4 منها للعطور، والباقي كله مستحضرات التجميل وأدوات التجميل والكريمات والميك اب وكل ما يتعلق بسوق التجميل. أرقام فلكية. طب سترات، مدام إحنا بدينا بأرقام فلكية، كيف تنظر أو برأيك يعني مثلا لموضوع الجمال، هل هو ضرورة أم كماليات للسيدة وليش مدام هذه الأرقام كلها اللي إحنا شايفينها؟ والله خلينا نرجع لقاعدة موضوع الحاجة أم الرغبة. يعني هنا في نقطة مهمة جدا، الاحتياج هو الشيء اللي أنا ممكن ما أقدر أعيش من غيره، يعني ممكن يكون يهدد خطر على حياتي، ممكن يكون يهدد خطر على أفراد أسرتي. هنا الاحتياجات، الأشياء اللي أصرف فيها المبالغ وأنا ما يعني مطمن وأقول مهما كان لازم أصرف المبلغ هذا. الرغبة أو الكماليات هي الأشياء الثانية اللي يعني ممكن أستغنى عنها. وفي اختبار دائما يقولوه في أخصائيين النفس أنه تبي تعرف هذا رغبة أم كمالية، وأنت في المكان وأنت في تشتري وقف يقولي له حرجع لك، حروح وارجع لك، روح ربع ساعة طول ساعة شوفي الإحساس، لا زال إحساس احتياج فروح خذيه عشان لا يصير لك شيء. أما إذا كان حسيتي إنه رغبتك خفت، لأنه كم مرة اشترينا أشياء ولما نخرج كيف اشتريتها هذه، رغبتي أو عاطفتي أثرت علي في حكم الشراء، يعني وصلت إنه أنا اشتريت شيء في النهاية ماني محتاجته عشان في شخص أقنعني في فترة ما. وأنا مريت بنفس الموقف ده في أشياء يمكن نوعا ما برضو عناية بالبشرة وكذا، ووصلت في واحدة بتقنعني بحاجة معينة عجبتني اشتريتها، بعدين اقنعتني بحاجة أجمل حتى ما كان في الإمكانية المادية أنه أوفر الثاني. يعني لقيت البطاقة، كنا خارج المملكة فوقفوا البطاقة، إيش المشتريات العجيبة دي اللي بتصير؟ عاطفتنا بتحكم تصرفاتنا، ولازم نعرف إيش الفرق بين الرغبة وبين الاحتياج حقيقة. طيب الحين العاطفة والرغبة، خليني يمكن كثير مننا لما ينزل السوق خاصة السيدات تلاقي أول مكان تروح له أكثر ويكون التجميل، ها في سلوك معين ممكن إحنا نتبعه، لازم نتعلم التكنيك. الحين مدام عندنا هذه الأرقام الفلكية يعني يمكن نخفف شوية الأرباح حقتهم، في سلوك معين ممكن إحنا نتبعه. أول نقطة لازم نعرفها دلال موضوع البدائل. في معلومة يمكن يعني ممكن الناس يسمعوها لأول مرة، أنا عرفتها قريبا بعد اطلاعنا بجلسات كوتشنج مع سيدات أعمال يعملوا في هذا المجال. اكتشفت معلومات يمكن صادمة للي حتسمع الآن، أنه 3-4 مصانع، في مصانع معينة هي اللي بتعمل الميك اب أصلا لأكثر من علامة تجارية عالمية. فالفكرة أنه عندك بدائل، في منتج محلي سعودي بدون ذكر أسماء هو نفس المادة نفس الميك اب نفس اللي أنت بتستخدميه في علامات تجارية معروفة أخرى. فالفكرة أنه الناس المصانع قليلة جدا اللي بتوفر المواد الروج والميك اب والأدوات وهذه كلها، اللهم أنه في ناس بيغيروا الباكينج حقها الباكيجز نفسها الغلافات وبيحطوا علامات تجارية مختلفة. فأول نقطة ممكن توفري إلى ثلث القيمة لما تستخدمي بدائل.
يعني في ناس أخذينها زي اللي يشتري مثلا علامات تجارية في شنط ولا في أشياء، لكن الشنطة هناك في فرق في جودة، في فرق في كل التفاصيل الصغيرة اللي فيها، لكن هنا انت بتاخدي نفس المنتج، حقيقة نفس المنتج. فهذا اول تكنيك لازم تعرفيه، انه تأكدي من مصادر المكان حق الميك اب، لانه في اشياء مقلدة ممكن تضر بالصحة، وفي اشياء فعلا هي نفس المصانع العالمية انت ممكن توفري فيها مبلغ جدا كبير. هذه اول نقطة. النقطة الثانية في موضوع تفضل استاذ راف، انا عشان حد حدخل لك في مداخلة في البعد النفسي بعد كذا. ممتاز جدا. في عادات الشراء مره ثانيه، كم بتصرفي؟ هتتكلم على معدل الان في احصائيه لارب تريد بيتكلموا عن انه بين 1200 تقريبا في الشهر بمتوسط صرف السيده السعوديه على مواضيع التجميل، يعني تتكلمي لاكثر من 14000 ريال في الشهر لموضوع برضو العادات التجميليه والاشياء ادوات التجميل. فنحتاج بس كمان تقنية للمصاريف. اعرفي في ابلكيشن بسيط اسمه مصاريف، تقدري تعمليه وتشوفي عاداتك الشرائيه فين بتروح، وتعرفي هل هذه الاشياء فعلا تستخدميها، قياس الاشياء اللي بستخدمها من الاشياء اللي بشتريها وبحطها مكانها. قولي لي في النفسي. في يلعبون على الوتر الحساس للسيدات في بعض المرات، يعني تشوف مثلا اعلانات يزيد جمالك، يعيد رونقك، يعني هذا كانه كريم سحري، يعني حيرجع 20 سنه على ورا، يعني في ضغوطات حتى نفسيه علينا احنا. هذه نقطة جدا كمان مهمة، أساليب صياغة الإعلان الناس صارت تستخدم فيها أشياء فنية. إحنا بحكم إدارتنا لوكالة دعاية وإعلان وعلاقات عامة نتكلم حتى في صياغة الموضوع بناء على احتياج الشخص. أعرف نسوي دراسة نشوف إيش الاحتياجات الأكثر اللي بتلاقي فيها المجتمع، مثلا الهالات السوداء تحت العيون، التجاعيد اللي تبدأ تظهر في سن معين، تصيغي الكلمات بناء على الأشياء اللي هي بتحسها أو تشعر فيها أو المواقف اللي تمر فيها. فصياغة الإعلانات خصوصا للشركات العالمية أصبحت تلامس يعني تحت مختصين نفسانيين هم اللي بيصيغوا الإعلان. فانتبهي، مو كل شيء تسمعي تصدقي، مو كل ما بقول ما تصدقونه، لكن الفكرة منها مرة ثانية إنه الصياغات والأدوات الإعلانية مو دائما هي حقيقة واقعة. ممكن تشوفي شيء تستخدميه أنت مع أحد، يعني تتشاركوا فيه، تأكدوا من صلاحيته من فعاليته. بعض الأدوات وبعض الأشياء ما تكون مرخصة من جهات طبية ويكون لها مضاعفات جدا كبيرة، يعني إن كان صحية أو أدوات تجميلية بتلاقي فيها مضاعفات ممكن تسبب تشوه. يعني في حالات كثيرة مرت على أطباء تجميل من استخدام مواد فيها رصاص، من استخدام مواد فيها أدوات تبييض مثلا للبشرة تكون مواد مسرطنة، وللأسف برضو بنتعامل فيها. احنا ما بنتكلم بس على ميك اب على فكرة، تكلمي على الشعر، تكلمي على مواد فيها فورمالدهايد مثلا، هذه مادة في لها نسب معينة عالميا مفروض ما يتخطاها، موجودة في هذه العبوات حقت الشعر مثلا أضعاف الكمية اللي مسموح الاستخدام فيها يعني للفرد للشخص نفسه. فما بالك المساكين اللي بيتعرضوا لأكبر ضرر هم الناس العاملين عليها، يعني الكوفيرات، الناس اللي بيعملوا في مجال الميك اب، هم بيتعرضوا لأكبر كمية ممكن اللي ما بتستخدمها مرة واحدة لنفسها، هي بتتكلم مع عملاء بيتكرروا عليها بشكل كبير، بنشوف مضاعفات صحية وبنشوف أشياء مسابقة لهذا الجمال اللي أحيانا يكون زائف. يعني طيب في نقطة يمكن كثير تناقلوها. طيب الجمال ممكن يكون زائف، كيف ممكن إحنا نقنع المرأة بجمالها الداخلي في ظل إحنا فعلا نعيش في وقت كل الناس بتمشي بالعكس ما تناظر الجمال الداخلي أبدا؟ جميل. هنا مرة ثانية نعرف أنه أحيانا الشخصية تعكس على الجمال، يعني مثلا أنا ممكن أشوف إنسانة لو أعجبت في شخصيتها أقول ما شاء الله دلال مثقفة، دلال يعني حضورها رائع، معلوماتها رائع، إحصائياتها وأسلوب طرحها، هذا يخليني أنا أحبها كشخصية وأبدأ أشوف جمالها. يعني في مثال حقيقي واقعي، أحد الأخوات في استشارة كانت بتوري صورة شخص تقدم لها وتقول لا مو حلو مو عاجبها شكله، بعد فترة لما تعلقت فيه يا ناس مرة شكله جميل. ترى نفس الموضوع نظرة الرجل لمرأة، أحيانا نشوف إنسانة نتعلق في شخصيتها لدرجة أنه نشوفها جميلة بكل حالاتها. هذه شيء نفسي ومعروف ومثبت بدراسات. النقطة الثانية، لعبي خطوة مهمة جدا، لا تخلي أول مرة يشوفك فيها الإنسان تكوني فول ميك اب، مصيبة. لأنه أحيانا هذه النقطة اللي قلت لك قبل شوية أتكلم عنها، أن واحد في ليلة فرحه راحت زوجته وغسلت وجهها ورجعت، فقال بسم الله لو سمحت ما شفت زوجتي قبل شوي كانت هنا. فالفكرة انه فعلا ممكن الموضوع يتغير، في ناس يبان شكلهم كأنهم مرضى
لأنهم متعودين يحطوا أساسات بكميات كبيرة، يحطوا ميك اب بكميات كبيرة لدرجة إنه إحنا نشوفهم بدون ميك اب كأنهم تعبانين، كأنهم مرضانين، هم ما يكون فيهم شيء. والله صراحة يعني بعض المرات إحنا فعلا حتى نحتار مع كيف التعامل مع الرجل يطلب حتى موديلات جديدة في الشكل وفي الميك اب وفي التجميل كمان. طيب إيش هي أهم النصائح اللي ممكن أنت توجهها كرجل متخصص لإعادة التوازن المنطقي والقناعة بالبساطة؟ أول شيء نبغى يسموه الانسحاب التدريجي، هذه يعني ما تطلعي لإنسان فجأة من شكل إلى شكل آخر. يعني عوديه مثلا كنت تحطي فول ميك اب، بعدين ابدا يخفف مثلا الميك اب، حطي اساس بس، بعدين ابدا اشيل الاي لاينر، يعني خطوه خطوه عشان الصدمه تخف على الموضوع ويبدا الموضوع يكون بشكل طبيعي، خصوصا مع الناس اللي حتكوني معاهم اصلا. يعني الانسان اللي حتتزوج لا تعودي زوجك من البدايه من ايام الخطوبه انك طول الوقت بميك اب، لانه يعني حتعيشي مع هذا الانسان اكيد حتجيك الايام اللي بدون ميك اب. ثاني حاجه اللي شفتها شيء جميل جدا، يمكن متابعتي لبعض المشاهير حتى في سناب شات ولا في وسائل التواصل الاجتماعي، بدات اشوف سنه جدا جميله بداوها وشيء جدا جميل، منهم لميا زميلتنا في برنامج ساعه شباب، صارت تظهر على الناس، هي تعتبر الاعلاميات خصوصا كقدوه للفتيات الصغيرات اللي هو جيل الناشئ الان واكبر ناس مستخدمين ميك اب، بتطلع للناس في سناب شات وفي اماكن مختلفه بدون ميك اب، بعدين انا بستخدم الميك اب وقت المناسبه، يعني وقت ما اشتغل، وقت ما يكون عندي لقاء، وقت ما يكون عندي مناسبه معينه احط لها ميك اب، مو طول اليوم جالسه في الميك اب، مو كل خرجه تسوق ولا في اي مكان احط ميك اب. فهذه نقطه ممكن تساعد في بناء القناعه، انه الناس جالسه تتخذ قدوات، الناس بتقلد، ابغى الممثله الفلانيه اصير زيها، ابغى البس زي فلانه، ابغى كله تقليد. يعني فلما يبداوا الناس القدوات ياخذوا هذه الخطوه. تفضل. نعم، يعني احنا ممكن نختم الموضوع نقول ان القناعه كنز لا يفنى، في الاول في الاخير واقتناع المراه في داخلها ينعكس على الخارج. شكرا لك الاستاذ طراد باسنبل مستشار التطوير الشخصي، شكرا لك. اعزائي المشاهدين، فاصل قصير لكن برنامج سيدتي مستمر في فقراته. في سيدتي بعد الفاصل، سيدتي يسلط الضوء على موضة مجوهرات رمضان ولماذا يعتبر الأرابيسك الأجمل.